اسمحي لي انتقل للشيخ محمود واساله نفس السؤال. الشيخ محمود، ازاي هننتقل ده في قضيه الوعي؟ ازاي واحنا بنتكلم عن الوعي والتوعيه ازاي نقدر نطبق المعايير الخمسه اللي احنا ذكرناها؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. في البدايه سيدي، كل خطاب من المولى عز وجل هو خطاب بصيغه اما الامر او اما النهي. فالامر يعني بيكون بطلب شيء او ترك شيء معين. والطلب في الاتيان الفعل ده بيكون في، لما تعلمنا في علوم الفقه، ان الاحكام خمسه، ما هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. واذا نظرنا الى هذه التقسيمه نجد ان نسبه المحرم في الحياه وفي افعال العباد هي نسبه الخمس، او يعني ليس يعني هي فكره نسبه اقل من نسبه الحلال الذي يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه. دايما الناس في التدين الكمي بيركزوا على فكره الحرام عشان ما لازم نكون نحن يعني ما نقعش في الحرام، وان احنا نكون مستقيمين وثابتين على طريق الله، ان احنا نركز على الحرام ونشوف الحرام فين ونبعد عنه. هذه يعني لما بنجد في تكامل ما بين علوم الشرع وعلوم الواقع، لا بنجد ان الامر ده غير صحيح، لان العقل دايما بيميل الى التأييد. فاستحضار المناهي والمنكرات والمحرمات في الحياه ده بيخلي يعني كنفس الصوره اللي رسمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فاذا العقل بالنسبه انه بيميل الى التأييد فبيحبب هذه الصوره، صوره المحرمات او صوره المنكرات، بيتعود عليها فيبدا يالف هذه المساله وقد تزل قدمه في هذه المناهي. القصه الثانيه ان هو بيعظم مساله وجود الحرام وكميه الحرام اللي هو بيشوفه وبيتخيله، وهي صوره غير حقيقيه بالمره في الواقع. فده لما بيتم تعظيم هذه المساله بيبدا ينشا عنده وسواس. الوسواس ده بيخلي ان هو يعظم هذه الذنوب وهذه المحرمات التي في عقله وفي ذهنه بمقابله برحمه الله وبمدد الله، فبيبدا يحصل عنده مشكله في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اخر اثر بقى، اخر اثر في الخطاب اللي ما بيلتزمش بالمعايير الخمسه دول يا شيخ محمود؟ الاثر اللي بنشوفه يا سيدي بيكون في الوسوسه، بتزيد الوسوسه وبيزيد التشكك في صحه العباده، لان طبعا ما فيش وعي حقيقي بتعاليم الدين او مساله الاحكام الدينيه، ايه تفاصيلها وايه تدخلاتها مع الواقع المعيشي. الحاجه الثانيه اللي بنشوفها مساله السيوله الدينيه اللي حضرتك ذكرتها، ودي اللي بتعمل فوضى الفتاوى، وده بيكون عن ناتج عن سؤال غير حقيقي، سؤال ناتج من التخيل، سؤال ناتج عن ان حد بيسال عن شيء لا يخصه، بيسال عن مساله او واقعه حدثت مع احد اقاربه او اصدقائه، صحيح، بيسال عنها وهو اصلا ليس محل هذه الفتوى. استاذه هاجر اسامه، انا شاكر لحضرتك هذه الاضافه المهمه في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ محمود، أنا شاكر لحضرتك كمان هذا الكلام المهم في الكلام عن آثار الخطاب الذي لا يعتبر هذه المعايير من معايير الاعتدال.